الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، وعزتنا في إسلامنا، ومهما حاولنا أن نبتغي العزة في غير هذا الإسلام أذلنا الله. كلام واحد لا يقبل النقاش. أيها الإخوة الأعزاء، عزتنا في إسلامنا، وإذا أردنا أن نبتغي العزة في غير هذا الإسلام، ربي ديرنا رصانة في اللفظ. الإسلام العظيم الذي جاءنا به سيد الأنبياء وإمام المرسلين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه، هذا الدين جاء يخدم البشر، أحكامه تصب في مصلحة الناس، فإذا أمرهم بشيء عادت الفائدة عليهم بالخير، وإذا نهاهم عن شيء عادت عليهم الفائدة بالخير، فهو يخدم مصالح البشر، وهو صالح، كان صالحا في زمن النبوة وبعد النبوة إلى يوم الناس، هذا أحكامه شرائعه. أزيد زيادة، أحكام الشرائع هذه ليست من إنشاء البشر. تعرف اليوم أنا وأنت نجتمع ندير قانون، الآن نكتب قانونا، نسن قانونا، بعد أسبوع ناديكم نقول لك تعال نجتمع، خير، قل لك أنا رأيت أن هذا القانون ما يجيبش ثمرة، نغيره. تعرف علاش غيرناه؟ خاطر حنا بشر ويعترينا النقص. أما شريعة الله ليست من إنشاء البشر، شريعة الله من الله، وهو الذي يعلم عز وجل ما يصلح للناس جل جلاله. فإذا الناس تركوا الشريعة التي هي من الله وهي التي تصلح لهم، إذا تركوها سيعيشون الضنك، ويعيشون الشقاء، ويعيشون التعاسة، ويعيشون البلايا والرزايا والمحن والإحن والفتن. لما؟ لأنهم أعرضوا عن الله، وأعرضوا عن دينه وعن شريعته، فيذيقهم الله الويلات، هذا في الدنيا. ما يوم القيامة شيء آخر،
يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية، هذا حديث آخر. الإسلام كامل الحمد لله رب العالمين، واللي شهد بكمال الإسلام الله الذي نزله. اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، رضيت لكم الإسلام دينا. أعطونا مجال واحد ومجالات الدنيا هذه ومناحيها الإسلام لم يتكلم فيه. هذا أنت تصور حتى الأذى في الطريق. قال وإماطة الأذى من الإيمان، إماطة الأذى إزاحته من الطريق، هذا من الإيمان، وهذا شعبة من شعب الإيمان. والدين هذا من كماله وجلاله وعظمته حتى هذه الآداب التعبيد الخلاء، الله يعز وجلكم جميعا، هذه الآداب مسطرة مسطورة مكتوبة مدونة في كتب السنة، كيف يدخل الرجل بيت الخلاء وكيف يقضي حاجته وكيف يخرج. الإسلام ما أغفل شيء من حياة الناس، الاقتصاد، البيوع، المعاملة، العبادة، ما نحتاجه في أسرنا تجاه أبنائنا تجاه بناتنا، الرجل علاقته بزوجته. الإسلام ما أغفل حياة الناس، شريعة تحكمهم تسوسهم تقودهم إلى بر الأمان. ولهذا الرعيل الأول، المجتمع الأول، مجتمع النبوة، لما حكمته الشريعة ورسول الله حي بين ظهرانيهم عليه الصلاة والسلام، ساد الناس وعاشوا الطمأنينة والسعادة والسكينة وراحة البال، وأصلح الله حالهم وبالهم وهم متمسكون بالشريعة السمحاء. القرآن، يا أهل القرآن، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ماشي تتفلسف فيها وتعطينا رأيك فيها، أنت لك رأي تجاه الشريعة دي. الشريعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر، أنت تنتقد الشريعة، أنت ترمي الشريعة بالنقصان، أنت من جرأتك على الله تقول هذه الشريعة لا تصلح للبشر في هذا الزمان. ثم أنت مسلم يا أخي، تقول أنا مسلم يا إحنا ما كفرناك، أنت تقول أنا مسلم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ناس اللي جاتهم الشريعة سهلة، هذا يعلق منا وهذا ينتقد منا وهذا يسخر منا وهذا يعلق منا وهذا يتفلسف في الشريعة. وفي حقيقة الأمر أنا أقول لكم من المنبر هذا، والله ما يعرف الشريعة، مساكين ما قرأوها ما عرفوها ما وقفوا على أسرارها وحكمها. ولهذا اللي يجهل الشيء يعاديه، عندهم واحد المعلومات السطحية عن الشريعة جعلتهم ماذا؟ جعلتهم ينتقدون الشريعة ويرمونها بالنقصان، بل إن بعضهم يقول إن سبب تخلف المسلمين في هذا العصر وهذه الشريعة التي يتبعونها. وهذا من بني جلدتنا شريعة، كل ما يدين الحياة، حتى الرياضة كنت تجري، العدل تجري وبعدين رح تغتسل، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. كيف أصبر أن يهضر الإنسان يروح يدير الرياضة يجري وبعدين يروح يغتسل، ما يشوفش دنيا الناس في حكمهم في سياستهم في اقتصادهم في بيعهم في شرائهم
في إدارتهم. لا, لا الإسلام لا يقول هذا, وهو يتحدث عن الرجل يمارس العدوى. بعد العدو لا بد له من الاغتسال, مش يحذك العرق ويرتاح. اركض برجلك, هذا مغتسل بارد وشراب, شريعة كاملة. أسفي علينا على المسلمين, ما في كل باش يتسنى يتهمش الناس, ما عرفناش الشريعة من المسلم, ما عرفناش الشريعة وما درسناهاش وما وقفناش على أسرارها وحكمها واش فيها من الخير. قال ربي في القرآن: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما نزل إليهم من ربهم. يا ليتهم أقاموا التوراة, وليتهم أقاموا الإنجيل, وليتهم أقاموا القرآن, لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وأهل القرى, القرى يعني أهل المدن, والفرق بين المدينة والقرية. القرية مشهورة بالقرى وهي الضيافة, وأصحاب المدينة بعد ما يتمدنون يصيروا لا يكرمون الضيفة كما راه وقع الآن. دوك تروح للريف في القرية يرحبوا بك ويديروك هنا, هنا واش راك لاباس, أيا ما نبقى على خير, ما يقدرش يشربك الدار. وفي سورة الكهف, سورة الكهف ربي يذكر هذوك الأبناء, أذكر فيهم في أمر في بادئ الأمر, أذكر ربي القرية, وبعدين ربي ما سماهاش القرية, سماها المدينة. كانت لمساكين يعملون في المدينة, وبعد ربي قبل منها قال القرية. الفرق بينهم هذه القرية وهذه مدينة مشهورة بالقراءة الضيافة. ولذي الآن طغى على الناس واجه, طغى عليهم البخل, يوشك أن يأتي عليكم داء الأمم قبلكم. شو هو داء الأمم قبلنا؟ البخل. يولي الراجل ما يقدرش يدخل يده في جيبه. نسأل الله العافية والسلامة. هذا موضوع ثاني. يقول ربي في القرآن الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا, آمنوا بربي واتقوا في العمل بشريعته, ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض, ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يا معاشر المسلمين, الله يهديني ويهديكم, والله يفتح علي وعليكم بالخير. تعلموا الشريعة وطبقوا الشريعة, اعملوا بالشريعة, بعدين تشوف الجزاء نتاعنا. ونحن نتعامل بشريعة الله سبحانه تبارك وتعالى, شوف الخيرات لرب العالمين يسوقها لنا في بيوتنا. شوف ربي كيفاش يصلح لنا أبناءنا, ويصلح لنا بناتنا, ويصلح لنا أزواجنا, ونحن نتعامل بالشريعة السمحاء. وكل واحد, كل واحد فينا في هذه الشريعة ربي دار له مكانة سبحانه عز وجل. الصغير له مكانة, والكبير له مكانة, والعالم له مكانة, والمرأة لها مكانة جليلة عظيمة مقدسة مبجلة محترمة في هذه الشريعة. كل واحد ربي يعطى حقه عز وجل. هذا ربي سماه عالما, وهو تاج على رؤوسنا, هذا عالم. وقال ربي في القرآن الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نتوجه إليهم بالسؤال, اسألهم ماذا؟ عن الشريعة. والصغير من لم يعرف قدر كبيرا ويحترم صغيرنا, حتى الصغير الغلام له مكان في شريعتنا. والمرأة على وجه الخصوص, لأن المرأة كلها قضية, هي من قبل ما كانش قضية. أباكم عندنا حفظوا, عندنا بني عيمان, وعندنا بني كلاف. بني عيمان
الناس اللي تبنوا الفكر العلماني، والفكر العلماني هو إقصاء الشريعة من حياة الناس، يحبوا إسلامكم هو اللي وصلكم لهذا الشيء. الإسلام وجبكم العنف، داركم الإرهاب، التخلف، ما تقراوش، ما قدرتوش تقراو، ما قدرتوش تسمعوا، ما قدرتوش تديروا، يتهمون الإسلام بني علمان، وقد وفقوا إلى حد بعيد. هادو بنو علمان والأشكال نتاعهم، الأنماط نتاعهم موجودة في بلاد الإسلام، هم اللي اخترعوا لنا بإعاز من اليهود، اخترعوا لنا قضية اسمها قضية المرأة. كيف دي قضية المرأة؟ لو كان الآن ذكر المرأة في الإسلام، قال يقوم لا يتكلمون، كل ما يقدروا يهدروا. من هي المرأة في الإسلام؟ الآن سيروها قضية، قضية المرأة، حرية المرأة، عمل المرأة، تعليم المرأة، سياقة المرأة للسيارة، خروج المرأة، وهو حقوق المرأة، وداروها بمثابة إذا صح تعبير شو الورقة، يحبوا يهولوا الحال يهولوها. الذي قرأته عند مشايخي، ما كانش مشكلة بين الإسلام والمرأة، لا ما كانش، ما المرأة المسلمة لم تعترض على الله عز وجل، ما اعترضتش على ربي المرأة المسلمة، بل قبلت من الله ما جاء في الشرع. ولو كان كما يقولوا مصنع السيارات ومصنع الطائرات، مصنع المواد البلاستيكية، لا قالش ما قالوش مصنع الرجال، مصنع الرجال شكون يخدم فيه؟ يخدم فيه المرأة المسلمة الحرة، مصنع خرجت واش؟ خرجت رجال، مصنع الرجال تولاه من؟ النساء الحرائر. حتى ان كما هو معلوم في كتب السيرة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا اخي كان يروح الى غار حراء يتعبد الليالي ذوات العدد في غار حراء. اسالكم سؤال، السند المعنوي والمادي لما كان راح يتعبد، يروح ويجي من مكة إلى غار حراء ويصعد والمشقة، وده من سنده المعنوي ومن سنده المادي؟ شكون كان راح يدير الطعام؟ شكون كان يقطع هذيك المسافة الطويلة توصل للطعام تعاود ترجع؟ قولوا أبشر أبشر خير إن شاء الله. من؟ نساء ربي أعدهن لخدمة الإسلام، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، ولما عاد خائفا يرتجف فرائصه ترتعد من غار حراء، وجاءه الوحي، يا خديجة إني أخشى على نفسي، خايف شيء جديد علي. قالت أبشر والله لا يخزيك الله أبدا. عشت مع 10 سنين خديجة، جات له كاع الأولاد كلهم من خديجة إلا إبراهيم من ماريا القبطية، وكان لي منها الولد دون سائر النساء. قالت عائشة لي عجوز من قريش، خديجة عجوز من قريش، قد أبدلك الله خيرا منها. قال لي عائشة لا 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 والله ما أبدلني الله خيرا منها، امرأة آمنت بي إذ كفر الناس، امرأة صدقتني لما كذبني الناس، وامرأة واستني بمالها إذ منعني الناس، وكان لي منها الولد دون سائر النساء. أولاده الطيبين المباركين من الذكور والإناث كلهم من خديجة. ولهذا جاء جبريل قال يا محمد إن الله يقرئ خديجة السلام، يعني ربي يسلم عليها، و
وبشرها ببيت في الجنة لا سخب فيه ولا نصب. وش السخب؟ العياط، رفع الصوت. والنصب وش هو؟ التعب. عايش ربي يعطاه هذا الجزاء؟ قالوا 10 سنين عاشت معاه، هي 45 هو 25، وكان له منها الولد. قالك 10 سنين؟ خديجة لم يحفظ عنها أنها رفعت صوتها على رسول الله، هذه واحدة. ببيت في الجنة لا سخب، والثاني لا نصب. 10 سنين خدمة لرسول الله. قلت له ابشر، ما تخاف، ابشر والله لا يخزيك الله أبدا. بشر النبي صلى الله عليه وسلم مهام الدعوة. سنده من؟ خديجة. وكان يحبها صلى الله عليه وسلم حبا جما، وكان يحفظ لها. كان يحفظ لها، كان يحفظ لها المدة نتاع العشر سنوات التي عاشها صلى الله عليه وسلم مع خديجة. جاءت جثامة، جثامة المزنية، دقت بيت النبي. غير هي دارت هكذا، النبي قال الطيبة ذا العفو. قال من؟ قالت جثامة المزنية. كان قاعد ناض، كان عادي ولا وجهه أسارير الفرح على وجهه. الأمر تغير وعائشة تنظر، مش ناض هو، افتح الباب. قال كيف حالك؟ أين أنت؟ انقطعت أخبارك. قالت يا رسول الله أحوالي وأموري وأهلنا. ادخلي اجلسي. ترحاب لا مثيل له، ترحاب لا مثيل له. قال لها النبي أنت لست جثامة، أنت حسانة. بدلها اسمها. بعد مدة قالت استأذن يا رسول الله، أنا استأذن باش نروح. نظليها نظليها، وصلها إلى الباب وعائشة تنظر. خرجت المرأة قالت وش هذا؟ تنوض وتفتح الباب والترحاب وهشا ودشا، وتجي خارجة وتوصل هذا الباب. قال لها يا عائشة هذه كانت تأتينا أيام خديجة. الوفاء خشنا مرة عندنا. إذا مشت معنا بصدق ونية وإخلاص ودين صارت تاجا فوق رؤوسنا، نخدمها ونحسن إليها، فلا يكرمها إلا كريم، ولا يهينها إلا لئيم. إنهن المؤنسات الغاليات الذين يتبجحون ويرمون الإسلام. يقول لك الإسلام دار لها الإسلام، تعرف شو لقاها؟ الإسلام لقاها بضاعة تباع في الأسواق، فردها شريفة عزيزة مبجلة كريمة. ثم قال النبي لعائشة إنها كانت تأتينا زمان خديجة، إن حسن الإيمان أو حسن الوفاء من حسن العهد، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وكمل في الرجال كثير، الرجال يكملوا خصالهم وأخلاقهم وجهادهم وإخلاصهم ونيتهم كثير. ولم يكمل من النساء إلا 4، خديجة بنت خويلد، فاطمة بنت محمد، آسيا بنت مزاحم، مريم بنت عمران. مصانع رجال يا محمد، مصانع رجال. شوف فاطمة وش جابت. بابها أبوها من؟ محمد. أمها خديجة. تزوجت علي، فجاءت بالحسن وجاءت بالحسين سيدا شباب أهل الجنة. المرأة إذا صلحت وصلحنا ربي المرأة فهي مدرسة. إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا وطاهرا أعراقا. وليحبوا يضربونا، عرفوا وين يضربونا؟ ضربونا في نسائنا. أقنعوها بأفكار داخلة غريبة
لا علاقة لها بالشريعة، ما عندها حتى علاقة. فاستجابت إغراء، أغروها فأبعدوها عن السبيل القويم. قالوا لها الحجاب، الحجاب كديري حتى عقلك يتخلف. فنزعت الحجاب. تمكثين في البيت تخلف، أخرجوها من البيت. قالوا لها لابد عليك أن تواكب الحضارة والرقي والازدهار، خرجها. وبعدين الذئاب البشرية الماكرة تسلطت على أنوثة هذه المرأة. طال المستعان. لكن باش يرميوا الإسلام أنه ما أعطى حقوق هذه المرأة، أو ما نظر في مسألة المرأة، وما تحدث عن المرأة دي، ما قرأش القرآن وما قرأش السنة، ويجي لهذه الأمور. هو الذي يقول هذا. أما في إسلامنا، شوف أنت، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فرعون هبى بقتل موسى، قال لا، قالت لا تقتلوه، قرة عين لي ولك، عسى ينفعنا ونتخذه ولدا. وتربى موسى في قصر فرعون برعاية من؟ آسيا بنت مزاحم عليها السلام. امرأة عمران قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنت، خرج منها عيسى النبي الذي أكرمه الله واصطفاه وأنزل عليه إنجيل. وحتى هذه آسيا كانت تشرف على تربية موسى في قصر فرعون. وهذه الأم، هذه الأم انت موسى، إن كادت لتبدي به لولا أن رابطنا على قلبها. كما قاعدة قالوا العلماء، قالوا ربي إذا أخذ منك أراد أن يعطيك، أو قالوا إذا منعك أراد أن يعطيك، جاء التابوت والتابوت رحل القصر وخذوها آل فرعون. فهامت وتحيرت وحزنت الكاب، قال رب إنا ردوه إليك وجائلوه من المرسلين. مما يقولوا يرضع مخذ حتى ثدي، حرمنا عليه المراضع. وخرجت أخته، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناك إلى أمك وربتنا موسى وربتنا معدن الرجال، تشوف النساء واش يقدروا يديروا، بين قوسين في الخير، مصنع السيارات، حدثنا عن مصنع الرجال اللي جابوا عبد الحميد بن باديس، حدثنا، هذو علاد بلادس، نقولوا العلماء منا ومنا قالها كنت تهضر على الشرق والغرب، هذه البلاد. حدثنا عن الأمهات الطيبات المباركات اللي وجدنا رجال هم قادة وأئمة نهضتنا ودعوتنا وإصلاحنا. عبد الحميد بن باديس رحمة الله تعالى عليه وعلى أمثاله من المشايخ والعلماء والأئمة والفقهاء والناس الطيبين ما شاء الله. فهي مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا وطاهرا أعراق. فإذا هي مشات على السبيل، ومشت على الصراط، ومشت على الطريق وعلى الدين وعلى الإسلام، شوف راح تكون. لكن إذا هي انحرفت، انحرافها سيؤثر في غيرها. فساد البنات اليوم، فساد البنات بفساد الأمهات. فهمت كلامي؟ فساد البنات في هذا العصر بسبب فساد الأمهات. الرجل يخرج من البيت صباحا يروح للعمل، شكون يروح مشرف على البيت؟ الأم. من يتولى الرعاية عن أبناء والأبناء البنات؟ الأم. شكون يقضي معظم الأوقات مع البنات مع الأبناء؟ الأم. وتزيد هي على جنب بنتها تكذب على الرجل، تقول وراء البنت، تقول له البنت الآن راهي في دروس الدعم. طيب ما فيش دروس الدعم، هي تحوش في الحديقة تاع ابن عقيل مع زميلتها. فساد كذب.
ففساد بناتنا اليوم يعود إلى فساد أمهاتنا. أمهاتي راه في البيوت، اللباس اللي راهي لابساتو البنت شو راه لها؟ الأم نتاعها. والبنت اللي تروح الآن الثانوية بالماكياج بإذن أمها. ومن حسنات الدولة الجزائرية الآن وزارة التربية والتعليم منعة البنات الآن باش يستعملن المكياج لما يدخلن إلى الأقسام تاع التعليم، ومنعة الأبناء باش يدخلوا بالسلاو المقطعة وبالتحديثات تاع الهمة اللي رانا ابتلينا بهذا من الحسنات. فهذه التصرفات التي تقوم بها البنات الآن سبب شكون؟ الأمهات. هم يعطوهم الصوارد وهم يعلموهم الانحراف وهم يعلموهم الفساد، والرجل لا حول له ولا قوة. هذا باب كبير ذوك نزيدو ندخلو فيه ما نخرجوش منه. فالإسلام الله يبارك ما شاء الله تبارك الله تحدث عن المرأة وبين ما للمرأة من حقوق وما للمرأة من واجبات، وبين الأثر الطيب الذي تتركه المرأة الصالحة في المجتمع في الأسرة في الأفراد. أبيت نسيك هذاك اللي اسمه الإمام مالك بن أنس في المدينة، شكون سبته؟ سبته الإمام. قلت له روح روح تقرأ عند هذاك الشيخ ما تديش عليه العين، اذهب وتربى في حلقته. هذاك اسمه ابن تيمية، تيمية هي جداه، هي اللي شفت على تعليمه الإمام أحمد. غيره من العلماء من القادة الذين ضاع صيتهم، الإمام البخاري إما الذين ضاع صيتهم من القادة أو من العلماء أو من المجاهدين أو من الأحرار، إذا التفت تلقى 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 جدة، تلقى أم، تلقى أخت، تلقى خالة، تولوا تربية الأجيال وحفظوا القرآن ورفعوا راية الإسلام وجاهدوا في الله حق جهاده. ببركة ماذا؟ بالمرأة الصالحة الصالحة والحافظات للغيب بما حفظ الله. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله الإسلام أعطى حق كل فرد في المجتمع وبين مكانة كل فرد منا. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فاللهم لك الحمد معاشر المسلمين على نعمة الشريعة ونعمة القرآن ونعمة السنة ونعمة الإسلام ونعمة الإيمان. اللهم لك الحمد على ذلك يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا، وأعطنا ولا تحرمنا. خليوا النساء يقرأوا الإسلام، خليوا البنات يجوا للحلقات نتاع مصلى النساء، خلوهم يتنوروا. نعم النساء، قالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة أن يتفقهن في الدين. فنحن في أمس الحاجة إلى أن تتعلم المرأة القرآن والسنة والأحكام والشرائع لمن وجدوها، هي غدوة بحول الله تعالى التي تنشئ لنا الأجيال الطيبة المباركة. الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث فينا رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. حفظ الأمانات، حفظ الأمانة دين وطاعة وقربة نتقرب بها إلى الله. مضيع الأمانة آثم وعليه الوزن
وعليه الإثم. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. من الأمانات الدوام، دوام العمل، اللي يكون يعمل في مؤسسة في مكان فهو أمين في عمله، وليس له أن يتصرف في ذلك العمل كما يشاء، ليس له ذلك، وليس له أن يأخذ من مال المؤسسة أو من مال المتجر أو من مال المحل إلا بإذن السيد، سيد المحل. وما تقولش مشي ندي ومن بعد نرجع، من أذن لك بذلك؟ أنا درت لك محل، قلت لك أخدم، شكون أذن لك باش تأخذ من ذلك المال؟ من؟ وبعدين لما تأخذ توالف، ولما توالف تكبر عليك الحالة، بعد ما تفوتش ترد. والأمانة، وغدوة الصباح جانا خبر موتك، واحد ما هو سامع، كيف تلقى الله بأمانة الناس؟ واللي عنده راتب شهري مقابل 30 يوم في الشهر، في الشهر نلقاوه ما خدمش 30 يوم، خدم 10 ايام وغاب شحال 20 يوم، العشرة ياكلها اول 20 يوم. انت بزاف انت متشدد، جبنا غير المسائل اللي قبل دوخنا بها، ما تجيش انت تصلي هنا، ما تجيش تصلي، ما كاش مشكله. ثاني نعلمك واش علمنا ربي، انا نقول لك بلي هذاك المال حرام تاع 20 يوم، والدواء فيه 8 سوايع، هذا اذا كنا اذا ضبطنا تخدم زوج وستك تحوس، كي تجي تهمهم تاكل زوج ولا تاكل سته ولا ثمانيه؟ لا تخون الله والرسول وتخون اماناتكم وانتم تعلمون. وهل لك ان تتصرف في مال السيد؟ شركة، شركة كبيرة، عندك الحق تدي من الشركة وتدير بارك ليك وحدك خاص وتبيع وتشيل الحديد والحطب. بعدين يجي صاحب الله يقول له يا ودي فلان الخدام تاعك راه عنده مرقب واحد اخر، عنده بارك واحد اخر، يقول لهم لا لا، يقول لهم نعم، يجي حد يقول له وهذا لا لا، يقول له انا على بالي بلي خرجها من البيع ومن بعد ندير ملك الحساب. قال لك كذلك، اذن لك كذلك. وهي الامانات، ولهذا من علامات الساعة اللي رانا نعيشوها الحالة بدات تقرب، وقريب ربي يدي الدنيا هذيك، قريب قريب قريب، لأن الساعات كنا نحسوا على علامات، علامة وعلامة، ضيعوا الأمانة، ضيعوا الأمانة. في رمضان مديرية الشؤون الدينية والأوقاف دايرة للأئمة ما يروحوش يعتمروا في رمضان، يعمروا الجوامع نتاعهم ويصلوا التراويح بالناس ويقعدوا في رمضان هنا، يجي خارج ما عندوش الحق، الإدارة ما تعطيلوش العطلة، الإجازة مش العطلة، ما تعطيلوش، يروح للطبيب يقول له دير لي عطلة مرضية، يروح يتسحر، والمريض يقدر يركب الطيارة ويروح يعتمر ويجي. أنت يا سيدنا المحترم يا صاحب المنبر كنت تحسن على التقوى والتزام الحلال، كيفاش أنت غايب عطلة مرضية مزورة؟ ولما تولي المدير يقول لك وين كنت؟ يقول لك كنت هنا. يا اخي كنت مريض، والمريض يعتمر، الحج الحج يسقط عن المريض، فما بالك بالمعتمرين. وكي تتزير تروح تقول فلان واش راك لاباس؟ عندي مشكل مع مدير الشؤون الدينيه، انا رحت العمره ودرت واحد العطله المرضيه، وبعدين الناس تدخلت يدخلوا عليك، انت صاحب من بيننا، انت قدوتنا، انت امامنا، انت تشجعنا على الحرام يا امامنا، ودخل المساجد في رمضان دخل كامل وراهم ائمه هم يعتمروا، كيفاش يا اخي ما كانش ما عندوش حق؟ انا شرب الكفان والحلال، والحلال كاين ساعات ايام نمر هنا نربط روحي من الفجر الى العشاء وتخرجني الحاجه برك، وفي الرتب في الرتب ما ندير اي مرتب، انا نصلي بالناس وما نحتاجش نقول لهم انا امام استاذ رئيسي ندير الخطبه ما تحوسوش عليا ابدا،
ابدا. كل واحد كيف تعجن. والحلال حلال عقبه يلاقيه وانت تمشي تقول ايه كنت غايب كنت غايب كنت غايب وجراته هذا خرجهم ومشي تاع اولادي هذو هم هامي حرامي لا يجوز. سهلة تخون الله والرسول وتخون أماناتكم وأنتم تعلمون. عندي عقد ما نقدرش ندير لك العقد على عندي صلاة الجماعة على الإمام صلي بها والعقد نديره بعد الصلاة وماذا بك راح ندير العقد هنا حفاظا على ماذا؟ على المسجد على الجماعة نظام نظام حتى الجماعة ذاك نظام نظام لا تخون الله والرسول وتخون أماناتكم وأنتم تعلمون. العمل والعمل لئن يحتطبن أحدكم الحزن من الحطب يروح واحد في كل الغابة يلم حزن. هذا حديث البخاري فلا بقول شيخ أو جاوب قصة أو جيب حكاية نجيب لكم الدارجة. يروح الغابة يربط حزمة حطب يدخل الصوم يبيعها يجيب هذاك المكتوب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وفي الشريعة كفى بالمرء إثما يعني أكبر إثم هو أن يضيع الإنسان من يعود. جبت امرأة وجبت أولاد وتضيعهم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. وذك عندنا واحد النبي تاع الشباب قل له خدام قل له واش تصور والحمد لله عندي زمان قل له أنا والله ما نخدمها أنت ما تخدمش بصح اللي راه ندوخني راك لابس حذاء هذاك يسموه ترينين زوج نينونس وبين البدله سيرفاتون هذه والمشروع تاعك زوج نينونس انت ما تخدمش وفيك 5 ملايين منين جات؟ يا لو كان نقول لك منين جات يا ودي ما تجيش دور قدام الرجال يماك مسكينه فوق ال 50 سنه مازال تخدم عليه ولما يخصك المصروف تولي تهددها باش تحط المصروف وبالاخص اذا كان مبتلى بالحبوب هذه والمخدرات يولي يخبط اليد نتاعو في البيت على امه ويدي هذا سميتهم انا بني رخصون هذو بني رخصون عندنا بني كلاف بني عمان هذو بني رخصون ويتهدد على الوالده المسكينه يتهدد عليها ويتهدد على اخته اخته تدخل الصباح الصباح تحكم القطار تروح تخدم توقع العشيه على 5 وهنا في الحومه يخدمش. يقول واحد هذا يقول تخدم انت بالجمال انا نقول هذه بلاد هذه انا ما نخدمش بالجمال شحال تخدم انت انا بسته سته سبعه بالك نخدم شحال مستوى ثانيه ابتدائي يحب يكون معلم واللي قرا 40 سنه ونخدم 3 ملايين 4 ملايين تقلبت 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 الراس على عقل وزيد واحد الكلمه يحبوا يهولوا يقول له يقول له الحباس ما تديروا على الرجال انت انا سرقت الحج سرقت جوال انت رجل حكموك بالمخدرات انت رجل حكموك وانت تغتصب بنت من البنات اغتصاب دوك للسجن هذو ما حبس الرجال الامام احمد لا قدر الامام احمد بزاف ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه يوسف الامام احمد محنة القران الامام مالك محنة الطلاق المكره مصطفى بن بولعيد احمد زبان او المقصله قال هذو احبس الرجال انت نزل من الانذال انت سروالك طايح على هم وجيت هاد الشباب وتخدم تقول تدخل زوج ملايين وتقول له كدا ونحبس لو كان كنت راجل الحبس على ما دخل السبب وهذيك الوالده الله يهديها على كل حال انا تحكم العاطفه ماهيش حكم عقلها هذيك الوالده تجيك من اسبوع 15 يوم وتجيب لك هذيك القفه ولما يحبسوها يزيد ينطلي عليه الامر تقول لهم ايه معليش الحباس نديروا للرجال وش من الرجال؟ وراه الرجوله هذه عياذا بالله من هذا الهم الذي ابتلينا به نسال الله العفو والعافيه. عندي واحد النقطه اخيرا كاين الناس كاين الناس عايشين معنا في مجتمعنا كيحبوا يقضيوا حاجه واحد حب يدي سكنه واحد حب يدور بصحاب الجامعه الى بالهم بالكاينه يضرب واحد رجل عنده دراهم حيله بلو كاينه واحد يلقى وسيله واش هي يدير الحيل في القميص يجي ايامات يصلي يشوفوا شيخ ما يضرب ضربته
يضرب ضرب بالفلقها، يدي اموال الناس يبتزهم، يدي من هذا يدي من هذا يدي من هذا، بعدين ما يقضي المعرب تاعو ينحي الحياه وينحي الخميس. كي يدي الناس واش يقولوا؟ يقولوا فلان زعما يصلي وعنده الحياه والقدس، يقولوا يدسون. والبنات البنات كيحبوا يدوا الكنيسه هذيك يدوها، تلبس الجلباب ودير النقاب ودير القفاز، لما تقضي مصالحها تنحي كل السولي للسروال والعلى تاعها. الان الاسلام الاسلام ولا هما؟ وكنت تشوف عندها جلباب ودارت هذا الجلباب من بعد تلاح في البحر كاع من بعد عندها الجلباب. والمظاهر هذه تخدعنا تنطلي علينا، لست بالخب ولا الخب يخدعني، دار الجلباب من بعد هذا مظهر، ودار الحياه ودار القران هذا مظهر. لكن الاستقامه هي الصح. ولهذا الناس انا قلت لكم اني ما قدرتش نعبر، كاين ناس كيحبوا يديروا حاجه يديروا حاجه يظهروا بهم المظاهر، لما يقضوا صوالحهم كامل يقضوا صوالحهم كامل ينحوا هذيك المظاهر يتلاوا عليها ويديروا الشبهه في الناس، يقول لك شوف زعما عنده دار دار دار. كانت وحده هنا تجي تطلب عند الباب هذا بالجلباب وبالنقاب، وكي تبدا تهضر الاخره كامل تنحي القميص تقول لك يدي بيعي، يستملون قلوب الناس حقيقه. ويا ويا شنو كي تكمل المهمه طابق تحت الطريق كبيره تنحي وتجي تقول سديها بالسروال، هذا العينين هذوما هذوما هذ العينين سبحان الله. شو هذيك الجلباب؟ هذيك عندك بالجلباب. وجات نحات وجات السياره من نوع كل داتها اسمه اسلامي، حبوا يدخلوا الدرهم دار الجلباب، حبوا يدوروا لصحاب الجامع قالوا هذا محسن وعنده لوجين يدور به، وقت تشوفوا حالتي وعندي ولا صح. خلص من عباد الله، خلص من عباد الله. اذا داروا اللحيه داروا هذه لا، وهذه اذا لبست الحجاب الشرعي دارت لله عز وجل. ولهذا ايام الاحداث تاع العشائري هذه، قال لي واحد المحافظ تاع الشرطه قال لي، قلت له هذه ما تركناها لا لك ولا لغيرك، هذه لله، سمعنا في خبر رسول الله، قرأنا عن رسول الله تركناها، لا هي مزايدة ولا هي حزبية ولا هي جماعة ولا هي أبدا. ولهذا من هذا المنبر الناس اللي راهي تتكلم باسمنا في المواقع احنا ما عندنا حتى علاقة بكم، لا منظمات ولا أحزاب ولا هيئات ولا جماعة أبدا، لا علاقة لنا بأي كان. المنبر والموقع الرسمي تاعنا هو المسجد. شنو حبيت تلعب بجماعة قالوا ما واش نقول شي خراشيد ويحرفوا يديروا هذيك فوتوشوب ولا واش يسموها هذيك ويحرفوا الكلام، ما لنا علاقه بكم. احنا ائمه، احنا دعاه تاع مساجد، احنا ائمه، احنا نوصل الدين ونوعي الشباب ونقول ما قال الله قال الرسول عليه الصلاه والسلام. انت حاب تلعب واحد كله شفاوة ولا الفيديو دار ولا جالك، انا ما درتش انا اصلا لا اعرفك، فكيف تتكلم باسمنا؟ والانتماء تاع احنا ناس مسلمين وما لنا علاقة لا بحزب ولا جماعة ولا هيئة ولا منظمة أبدا، مع هذا الله أبدا، ولم ننتمي لا لفلان ولا علان، يكفي ملة أبيكم إبراهيم وسماكم مسلمين، هذه دعوتنا وقسمش. والآن من الجنة أن نصلي نهار الجمعة قاعدين هنا ولا مشكلة، ليس لنا انتماء لا لحزب ولا مصلحة ولا جهة، ولا يحق لأحد أن يتكلم بقولنا ولا ينسب إلينا شيء، ونحن دعاة إصلاح، نحن ندعو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. كاين واحد في واحد المنظمة جماعة حبت سموها الحركة التصحيحية، جماعة حبوا ينحوا جماعة ويديروا انقلاب، قالوا كذا، قال لهم شيخ علاش لم يهضر عليكم؟ انا ماذا نعرفه؟ والله ما نعرفه. من اين جبت الكلام هذا؟ كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان.
اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان صيامه وقيامه والعبادة فيه يا رب العالمين. اللهم أحينا أن نشهد رمضان وأن نصومه مع المسلمين على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أطل أعمارنا كي نحضر هذا الموسم من مواسم الخير. اللهم وفقنا وجميع المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا وخذ بناصيتهم إلى البر والتقوى، وأعد لهم يا رب البطانة الصالحة التي تأمرهم بالخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. اللهم اهدي شبابنا، اهدي بناتنا، اهدي أبناءنا، اللهم اصلح نساءنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واعلي بفضلك كلمة الحق والدين. من أراد هذه البلاد وأهلها بخير اللهم وفقه لما تحب وترضى، ومن أراد هذه البلاد وأهلها بشر اللهم إنا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم أنزل علينا الخيرات والرحمات والبركات. سبحانك لا إله إلا أنت، إنا كنا من الظالمين. صلى الله وسلم وبارك على البشير النذير نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.